كابتن، التعادل لم يكن بالسهل على نادي الجزيرة، نجا بأعجوبة اليوم. نعم، هذه معجزة صغيرة. دقيقة 92 أنك ترجع إلى التعادل، ولكن الحيطة يعني في أخطاء يعني لا تغتفر، يعني فاتح الحيطة يعني مترين، يعني خطأ كبير. اليوم شباب الأهلي لعب مباراة كبيرة بصراحة، وكابتن مهدي أثبت أنه أحد المدربين اللي لا يشق لهم غبار، ولكن النهاية كانت كايزرية. يعني أنت عارفة صح، الجزيرة قدر يأخذ التعادل، وهو هذا اللي يسعاله، لأنه التعادل معناه أنك تبقى على الصدارة وتزيد الفارق بينك وبين الآخرين. بالتأكيد التعادل الثاني لشباب الأهلي في 4 جولات أهدر الفوز أو فرط في الفوز. أكيد، لكن أنا أحب أشكر المدربين أول شيء، ولاعبين هاي المباراة بالذات، لأن بأمانة ارتقت لمستوى يعني القمة في هذه الجولة، وبانتظار مباراة الشارجة في يوم القد. هند كانت مباراة سجال بين الفريقين، فريق استحوذ في الشوط الأول، فريق ثاني استحوذ وامتلك الكرة وتحرر وقدر يوصل المرمى في عدة مناسبات. اليوم القراءات بين المدربين عملت أدوار كثيرة في ظل الغيابات اللي تتمثل في كارتيبيا في شباب الأهلي، وزن زائد مهدي علي أعاد الروح لشباب الأهلي، أعادوا إلى المكانة الحقيقية. أكيد أكيد أتفق معاه، مهدي خلق منظومة اليوم، خلق منظومة لعب اليوم في ظل غياب كارتابيا. أنت ما ولا حسيت اليوم أن فريق شباب الأهلي اليوم صنقور واحد من أفضل اللاعبين، إدواردو قاعد يسجل، اللاعبين اللي ما كانوا قبل مرحلة مهدي موجودين اليوم تشوفينهم في أفضل عطائهم، فهذا دليل أن المدرب أحيانا يفجر طاقات اللاعب. لا تقولين المدرب لا يملك العصا السحرية، أحيانا المدرب يخلق البيئة، يخلق الثقة بالنفس اللي تخلق الفارق على مستوى المستوى. وانت بحكم خبرتك ايضا كلاعب سابق اكيد تؤكد على هذا الشيء. الجزيره واجه كل الاشياء الصعبه او الفرق الصعبه من منافسيه، من الشارقه فاز على الشارقه، على ايضا على النصر، الطريق امامه على ما يبدو اسهل نحو هو لو خسر البقاء في الصدارة. نعم، والذهاب بعيدا نحو هو لو خسران اليوم كان كل الكلام مش الكلام حلو راح، ولكن اليوم قدر يعود للمباراة في توقيت قاتل، رغم انه ناقصه 3 لعيبة من اهم عبد الله رمضان وخلفان والحارس علي خصيف، ومع هذا قدم عرض. يعني انت لما تجيبي نقطة من امام شباب الاهلي في يوم زي هذا، بالتأكيد الجزيرة راح يكون السنة هذه رقم صعب في الدوري. تتوقع أنه هو الأقرب إلى حصد اللقب هذا الموسم؟ والله إلى الآن كمستوى دورينا حلو، دورينا حلو، موجود الجزيرة، موجود الشارجة، موجود النصر، موجود بني ياس اليوم فاز. بني ياس اعتلى كمان اليوم دورينا، بنحكي عنه بعد شوي. بناخذ موضوع بني ياس بعدين بنقول منو برشح. طيب طيب.